طبعا هم اكتشفوا طبعا صرصار في الشقة، فعدو عدو القط الأول في الشقة هو الصرصار. طبعا هم حاولوا يتخلصوا منه، فالقطتين طبعا بيشوطوهم لبعض. هدفهم في الأول وفي الآخر إن هم ينتهوا من هذا الصرصار. طبعا كل قطة بتشوط لأختها، بتسلمه شوية، بتعذبه، بتفضل تقلب فيه، عايزة تتأكد إن هو مات. بس طبعا هنشوفه دلوقتي نهاية الفيديو طبعا ايه اللي هيحصل معاه. طبعا كل ما بتعصب فيه وبتسيبه شوية بتلاقي لسه فيه الروح أو لسه حي، فبتعاود الدورة من جديد، تعذب فيه وتقلب فيه شمال يمين، زي ما انتوا شايفين دلوقتي كأنها بتلعب بالظبط مع كرة قدم. طبعا هي حركتها وبتمسكها من بتمسك الصرصار طبعا ببقها، هي عايزة تتأكد ان هو ما يتحركش معاها خالص. طبعا هم قعدوا فترة طويلة بهذه المحاولات معاه طبعا، بس ما احنا حاولنا طبعا يعني نصور مشهد صغير من الحركات اللي عملوها معاه، لأن هم طبعا عملوا حركات كتيرة جدا، ما كانش ينفع ان احنا نخلي الفيديو اطول من كده، لكن احنا حاولنا ان احنا نختصر من الفيديو على قد ما نقدر اللي بعد حركات القطتين دول. طبعا القطة الأولانية سابته للتانية، التانية عمالة بتمرجح فيه داخل الصالة لغاية لما وصلته لعند باب الشقة. يعني هي عايزة يا إما تموته يا إما تخرجه بره الشقة. طبعا هو دلوقتي نزل تحت الباب، هي طبعا عايزة تطمن إن هو خرج بره الشقة خالص. لكن للأسف طبعا هو لسه فيه الروح، فحاول يطلع من تحت الباب ودخل الصالة تاني، فحاولت تعيد الكرة من جديد وتخلص منه. طبعا هي كل لما تمسكه ببقها بتلاقي لسه فيه الروح او بيتحرك، فبترميه على الارض وتفضل تشوط برجليها، يعني كنوع من ان هي عايزه تدوخه او لغايه لما تطمن ان هو مات نهائي.
وهي بتعمل كده بتحاول ان اول حاجة ان هي تشيل رجليه خالص، لانه طبعا كل لما بيتحرك بيحاول ان هو يتعدل. هو دلوقتي مقلوب على ظهره، فبتحاول ان هو يتعدل، فهي بتحاول انها تقص رجليه خالص. في الآخر طبعا سبيت ومشيت. طبعا هي تقعد بعد بتوخله طبعا ثابته، وزي ما احنا شايفينه دلوقتي مرمى على الارض مقلوب على ظهره، لكن من الوقت للتاني طبعا بترجع له بتحاول انها تتاكد ان هو مات. طبعا لما تعبت الوقت وتأكدوا ان هو مات، طبعا راحوا لوالدة القطة الكبيرة وامهم وسابوا الصرصار. طبعا ناس كتير طبعا بتقول طب القطة ما اكلش الصرصار ليه؟ طبعا دي لو قطة بلدي زي العادية موجودة في اي بيت، فشيء طبيعي ان هي هتاكل الصرصار، طبعا مش هتعذب فيه او ان هي عايزة تقتله بس. لكن طبعا القط الرومي غير باقي القطط.